الو، اهلين عفيف. لا والله ما اجيت، يضربوهن المواعيدهم. شو سأله؟ شو بدي اعمل يعني؟ عم بشتغل حضرتي مثل الحمارة. عفيف يلا برجع بحكي معك، لانه هي مش كان شرفت الخانم. باي، الله معك. صباح الخير. الو صباحا، صارت الساعة 11 اذا بدك. كرمال النبي ما تواخذيني يا ست نهى. الله وكيلك، عشكة المكاري عشكة ما تنطاق. بتصدقي بالله اني غيرت ثلاث مكاري حتى وصلت لعندك، وبيتي مثل ما تعرفين باخر الدنيا، والطرقات مسحومة زحم. الشهوة تغيرت يا بنت الحلال، ما عادت مثل قبل. ولا انا غلطانة؟ لا مالك غلطانة. الله وكيلك، اتكسرت رجلي وانا واقفة انتظر بالمكاري، مع انه طلعت من البيت قبل ساعتين حتى اوصل على الموعد وما استفدت اشي. عال حط الفطور، بعدني على ريق بطني. وبيني وبينك انا ما اقدر احرك غرض واحد اذا ما كنت مثقلة بالفطور. تفضلي. صحة وهنا. وانتي ما تريدين تفطرين؟ لا، فطرت مع جوزي قبل ما يروح على شغله. شاي بارد ولو خيا؟ من بعد خاطرك حطي لنا بريقة شاي على النار، لانه انا ما اقدر ابلع اللقمة من دون شاي، لانه فش. يا لعيني. يا عفيف عم تسمعني؟ يا سيدي اجت الساعة 11 وهلا الساعة 1:15 ولساتها الخانم عم تشتغل لي بالصالون. ايش بيعرفني انا؟ بس الله وكيلك هي نايطة وبطيئة كثيرها، يعني الشغلة اللي لازم تخلصها بخمس دقايق عم تخلصها بنص ساعة. ماشي الحال. لا بدي سلامتك، الله معك. باي. شو ام حسن؟ بلاقيكي لساتك عم تمسحي الغبره. ايه بالله يا حبوبه، اني بحب النظافه كثير، ولا تواخذيني بيتك وسخ، الغبره معششه بالفرش تحشيش. شلون يعني وسخ؟ ما انا حضره جنابي يوم ايه يوم لا بعزله. يجوز، لكن وسخ مقلق. ام حسن شو بدنا بهذا الحكي كله؟ قومي فوتي لجوا على الاوضه، امسحي لي بلور الاوضه وبلور الفرندا كمان. لا الله يسترك، هذه الشغلة ما بقدر عليها. بالله شو؟ شلون يعني ما بتقدري عليها؟ لأنه يا حبوبة أنا كتافي بيوجعوني، بس ارفع إيدي لفوق بيتشنجوا، والدكتور قال لي لا ترفعيهم لفوق أحسن ما يتشنجوا، لأنه إذا تشنجوا. حسن لا تخافي، أصلا بلورنا واطي مو عالي، بقى لا تخافي على حالك، ما رح يصير عليك شي حبيبتي. يلا قومي. ما بقدر يا مدام، ما بقدر. لا تغصبيني، لأنه إذا غصبتيني أنا قلبي طيب قوام بطاوعك، وإذا طاوعتك رايحة أنزعج من جوات قلبي. اسمعي يا حبوبة، إحنا اللفايات صحتنا هي راس مالنا، وأني لازم دير بالي على حالي عشان أولادي مالهم غيري. الله وكيلك، أبوهم قاعد مثل الجحش بالبيت يتفرج على الدش، وأني مثل الكديش واقفة على قصب رجلي ورايحة من دار لدار من دار لدار. الله قالها يا بنت الحلال. إيه خلاص خلاص، أنا بقوم بمسح البلور، بس أنتي قومي اشطفي البرندة ونشفيها منيح لبين ما أكون علقت على الرز. ما تريدين تشربين قهوة؟ لا ما بدي اشرب قهوة، لأنه مو وقت القهوة هلأ، عنا شغل ام حسن. ايه بس السيجارة مش طيبة من دون قهوة. اعملي لي فنجان قهوة عبين ما اني اشطف الفرندة، وبعدها بنقعد اني وياكي على رواق وبنشرب السيجارة على نظافة. خالتي ام حسن ما بدنا نقعد نعمل ضيفة وضيوف هلأ، لأنه عنا شغل كتير، وبعد ساعة رح يكون عفيف وصل على البيت. اسم جوزك عفيف؟ ايه نعم عفيف. وان شاء الله اسم على مسمى ولا؟ ام حسن الله يرضى عليكي، مستعجلين شوي، يعني لازم نخلص شغل البيت كله، لانه المساء عندي جمعة نسوان وحضرة جنابك ما خلصتي غير غرفة واحدة بس. اسمعي يا حبوبة، اني بحب التقانة والنظافة كثير، ما بحبش اشبل شبل، حتى ما تسبيني يعني. اقعدي خليني احكي لك عن طباعي. يلا الو، السلام عليكم، انا جارتكم ام حسن،
من بعد إذنك ابعثي لي ورا ابني مرعي، خليه يحكي معاي. أنا أمه. هلأ بس بدي أفهم، كيف بدك يعني أعطيكي أجرتك كاملة وحضرتك ما خلصتي الشغل كله؟ كيف يعني ما خلصت شغل؟ الله وكيلك انهد حالي وأنا نازلة بالبيت قلت قلت مش شامة ريحة النظافة؟ ايه ما اختلفنا حبيبتي ما اختلفنا، بس حضرتك جايتيني متأخرة وهلأ بدك تروحي بكير، وغرفة النوم تاركتي لي اياها مثل ما هي، والمطبخ ما فتي له ولا دقرتي غرض فيه، لك حتى صحن ما جليتي. لا تواخذيني ست نهى، إذا انتو بتتغدوا متأخرين بقى أني شو ذنبي؟ أنا عندي أولاد. لا إله إلا الله، لسه بتقلي أنا عندي أولاد؟ إيه؟ زعلتي يا حبيبة؟ خلاص أنا بعوض لك كل إشي بالأيام اللي جاية، لكن عندي سؤال صغير قبل ما أروح. تفضلي، وشو هو؟ يعني لو إيش طابخة هالطبخة كلها هذه؟ يعليم الله هذه الطبخة الطعمة قبيلة، أنا عندي ست أولاد وأبوهم فجعان بعيدا عنك، وبطبخ قد نص هذه الطبخة، بقى لو إيش هالطبخ هذا كله؟ حرام. ولا يهمك، أنا رح أحطلك نص الطبخة وأعطيك إياها تاخديها معك، منيح هيك؟ تفضلي، وهي 500 ليرة أجرتك كاملة، مبسوطة؟ كفيتي ووفيتي والله، إيش بدي أحسن من هيك؟ مكثورة الخير. إيه، إمتى أجيكي بكرة؟ لا لا، لا تجي غير لحتى أتصل فيكي، اتفقنا؟ على خاطرك. الله معك. إيه تذكرت علبة سيجاراتي وينها؟ أم حسن، شبنا اليوم؟ آه شبنا، مو قبل شوي خلصت وكبيتيها بزبالة. إيه، نسيت، الله يقطعني. والطبخة؟ ماشي حبيبي. هلأ إذا أنت بتقعد بتحسبها بالورقة والقلم بيطلع معك إنه معاش الشغالة الأندونيسية أرخص بكتير وأوفر من العربية. قديش تقبض الشغالة الأندونيسية؟ $100 بالشهر، بس الميزات رح تكون كتيرة. ها شلون يعني؟ ها يعني الشغالة الأندونيسية نايمة قايمة عنا، وإمتى ما بدك ياها بتلاقيها تحت الطلب، مو مثل شغالات البلد اللي هون يوم بيجوا وعشرة ما بيجوا، وبيشتغلوا الغرض هيك من قفا إيدهم سلوقة يعني عفيف. ودائما يا حبيبي لازم نحط لهم ياها واطي. بقى شو رأيك؟ هو من حيث المبدأ الشغالة الأندونيسية أوفر، بس إذا جينا للواقع ما بدي صفني القصة، خلينا نتصرف ونتكل على الله. طيب ماشي، طالما عم تقولي إنه أوفر وأفضل خلينا نتكل على الله. يعني وافقت؟ ستي وافقنا. عادي لشوفة. عادي عادي شبك؟ انتي شو اسمك؟ المدام عم تسألك عن اسمك. اسمك شو؟ انا عفيف، انتي شو؟ يا حبيبي والله كيف بدنا نتفاهم مع هاي؟ طولي بالي، شو اسمك انتي؟ سهارتي. شفتي شلون حكيت عربي؟ حبيبي هاد مو عربي، هاد اسمه. انتي قديش عمرك؟ يا حبيبي والله مو على اساس عمره 18 سنة. الله لا يوفقك يا ابو مروان، شو طلعت نصاب؟ معلش عفيف معلش، يعني انا بتوقعاتي انه هاي بتكون انضج من هديك، يعني ما بدنا بنات صغيرة حتى ما نتعب بتربايتهم. قومي معي لورجيك البيت. قومي معي لورجيك البيت. تفضلي فوتي. اهلا وسهلا. اهلين نهى. واخيرا صارت البنت على زمتي. نعم، قصدي على اسمي، سجلوه على اسمي انا. الله وكيلك صلي اربع ايام عم دور فيها بهالمخابر. وليش بقى؟ شي بدهم تحليل السل، وشي بدهم تحليل الايدز، وشي بدهم خلوها من الامراض المعدية والسارية، بعدين رحت دفعت رسم الحكومة بالبنك المركزي، وبعدين على الهجرة والجوازة، وعلى تك املة هون وهون. ايه الله يعوض عليك، بس من هلا ورايح ما عاد في قدام منك غير $100 كل شهر. ماشي الحال. ستي الله يتمم على خير. سهارتي افهمي علي ولا تخليني ضوج. الله يخليكي، شوفي لقلك، شايفة هاد؟ هاد للضو، بس تكبسي هيك بيشعل الضو، وبس تطفيه بينطفى الضو، في معلوم سهارتي؟ أكيد؟ شوفي لقلك، وهاد اسمه بوتوغاز، بيشعل من هون، شايفة شلون؟ وهيك عالزيرو بينطفى، وإذا ما في كهرباء، ضو يعني، بتشعلي بهي، هي اسمها قداحة، شو اسمها؟ قداحة.
شوفي لك، لا تخافي ولي على انتي، شوفي شلون بيشعر هيك. فهمتي سهرتي؟ في معلوم ولا ما في معلوم؟ ايه الحمد لله. القهوه والسكر هون، ساوي لنا 2 كوفي. ماشي سهرتي، هاتي الصغير. يا سهرتي وين سكنت الكواش؟ حطيتي لها معلقتين ملح مثل ما قلت لك؟ ايه ماما كثير منيح. شربي. عم شو هاد؟ شبك عفيف؟ شو حاطه الكواش؟ شو بدي احط له يعني؟ سهرتي شو حاطه بقلب الكواش؟ مالك ماما؟ لك يخرب بيتك، لك هذا فلفل مو ملح. طيب اشرب مي لحتى تغير طعم التمك. شايف هالابتسامة شو حلوة؟ شو حاطة للتبولة؟ شو حاطة للتبولة؟ بقدونس. لا هذا مو بقدونس، هي كزبرة. شايف ابتسامتها محلاها؟ عفيف؟ عفيف؟ هي 750 ليرة طبخة الكواج مكبوا بالزبالة، عجبك؟ قومي جيبي لنا موزتين نسكر جوعتنا فيهم، قومي. ما عنا موز حبيبي. شلون ما عنا موز؟ أنا الصبح مو بعثت لك كليات؟ إيه مبلا بعثت لي، بس يعني أنت بتعرف إنه سهرتي بتحب الموز كتير. إيه صحتين وهنا على قلبها، بس يعنوها هيك صار مصروفنا كتير كبير. وليش بقى؟ فاتورة السمان مرتفعة كتير لك يعنوها، مانا بالعادة ليه؟ ايه والله الحق بايدك، لانه سهرتي ما بتحب الخبز، حضرتها شو ما بتاكل غير الرز والدجاج والاندومي والنودل، ما لاحظت انها سمنانه، هلا هي هيك كانت اول ما اجت لعنا بزمتك تقول. صحيح، ومو بس هي اللي عم تسمن. شو قصدك؟ سلامتك، وليش فاتوره الهاتف جاي 4 اضعاف؟ ايه طبعا، لانه سهرتي عم تحكي على اندونيسيا كل 15 يوم مره، حرام، مسكينه بدها تطمن على اولادها، شو لكان؟ وكل مرة يا سيدي بتحكي فيها يا 15 دقيقة يا 20 دقيقة، هذا انكتري. ولك حبيبتي الدقيقة ب60 ليرة، يعني كل مخابرة حقها 1000 ليرة، ولك انتو بتكون تروحوني دبلكي ولا شلون؟ لا سلامتك حبيبي، ليش هيك عم تحكي؟ طيب، المكالمات الدولية وفهمناها، ليش المخابرات المحلية متضاعفة كميتها بقى؟ ايه طبعاً، لأنه سهرتي عم تحكي مع رفقاتها هون بالشام، المسكينة عم بضيق خلقها كل النهار وأنا قاعدة بكون على الكمبيوتر وعم بلعب شدة سوليتير، فبتحكي معهم وبتطول. طيب فهمنا، وفاتورة المي والكهرباء شو قصتهم؟ قصتهم انه سهرتي بتحب المي السخنة كتير ونضيفة على جسمها كتير يا عفيف، لهيك كل يوم تتحمم مرتين حمام طويل. طيب وفاتورة مكتب التاكسي شو قصتها؟ ولا يهمك حبيبي، رح اشرح لك شو الموضوع. سهرتي مثل ما بتعرف نشيطة كتير، بتفيق من الفجر وما بتكون صارت الساعة 10 غير بتلاقي شغل البيت كله خالص، مو مثل لفاياتنا هدول اللي ببلشوا نهارهم الساعة 11. الحاصل لما عم بضيق خلقها طول النهار من القعده المسكينه عم بضطر ابعتها يا لعند ماما يا لعند اختي سوزان اختي مشان تتسلى شوي، وطبعا هذا الموضوع عم بيتم عن طريق مكتب التاكسي. على سير الضيقان الخلق عفيف، بدي اقول لك شغله. شو هي بقى؟ بدي تجيب لسهارتي تلفزيون صغير لحتى نحط لها اياه بالمطبخ، لانه سهارتي بتحب المسلسلات العربي كتير. بدك يعني جيب لها تلفزيون اصغر مقاس؟ شبنا حرام بنوبك فيها ثواب، الله يرضى عليك. شو رايك؟ حاضر خانم، بدك شي تاني؟ لا سلامتك. اهلا، كيفك جار؟ الحمد لله، سلمك يا العافية، شو اخبارك؟ الله يعافيك، الحمد لله تمام دائما الحمد لله. شو شايفك هون؟ اي والله معلومك، عم ننفض البيت وهلا واصلين لمرحلة الدهان. الله يقويك يا جار، بس مو كأنه طولتوا شوي بنفضة هالبيت؟ اي والله يا جار، خليها ربك، مو عرفانين راسنا من رجلينا، ومرتي راح تجن، صفيانة ايدها لحالها وما في مين يساعدها. الله يحمل معك ومعه. قديش بدك لحتى تخلص نفط البيت؟ مطول شيء؟ اي والله مطول، بس بتعرف بدي استغل هالوقت الضايع ووصي على شغالة اندونيسية. شغالة اندونيسية؟ اي اندونيسية، قال راتبها بالشهر 100 دولار يا بلاش. فعلا يا بلاش، يا بلاش.